طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح النهارده ليكتشر 5 في الالكترونكس. وليكتشر 5 بتتكلم عن النودال اناليسيس ميثود. مبدئيا احنا في المحاضرتين اللي فاتوا شرحنا البيزك سيركت اليمنتس، ان اي الكترونيك سيركت بتتكون من ايه. بتتكون من كرنت سورس وفولتج سورس وريزيستور. وطبعا خدنا كل اللوز او القوانين اللي لها علاقه بالكرنت والفولت والريزيستور، زي مثلا الكرنت ديفيجن والفولتج ديفيجن والكي في ال والكي سي ال وقانون اوم. بعد كده بالنسبه للسيركت اناليسيس تكنيكس، هناخد النهارده النودال اناليسيس ميثود. تمام، النودال اناليسيس ميثود دي عباره عن ستريت فورورد ميثود، بستخدمها علشان خاطر اجيب انون فاريبل او انون فاليو موجود في الالكترونيك سيركت. عباره عن خطوات، بمشي على الخطوات دي كلها، ببدا اطبقها على السيركت الجيفن، وبعد كده ببدا في الاخر اجيب الـ الحاجه المطلوبه. طيب، طبعا الخطوات دي هشرحها افضل على المثال الجاي ده. اولا النودل اناليسيس بتتكون من ثلاثه مين ستيبس. اول حاجه بديفاين او بحدد على السيركت بتاعتي الريفرنس نود، والريفرنس نود دي عباره عن بوينت موجوده في السيركت، بحيث ان النقطه دي تكون متوصله بالنيجاتيف بتاع السورس. تمام، ببدأ أشوف فين النقطة اللي موجودة في السيركت اللي هي متوصلة بالنيجاتيف بتاع السورس. ليه مثلا لو أنا خدت السورس ده هلاقي ده النيجاتيف بتاعه، فدي بوينت متوصلة، فالنقطة دي تبقى الريفرنس نوت. تمام، طبعا لو ركزت أكتر هلاقي إن النقطة دي هي النقطة دي، فطبعا ممكن النقطة دي هي يا برضه ريفرنس نوت. يعني إيه؟ إما أقول الريفرنس نوت هي هنا أو هنا، لأن الاتنين دول نفس النقطة، مفيش ما بينهم أي كومبوننت، وبالتالي فهم نفس النقطة. ولو بصيت هنا برضو هلاقي ان النقطة دي هي نفس النقطة دي. ممكن نستخدم تمام. دلوقتي لو انا عايز احدد ريفرنس نود، بدور على نقطه متوصله بالنيجاتيف بتاع السورس، هيبقى عندي النقطه دي ممكن اعتبرها ان هي ريفرنس نود، وممكن النقطه دي برضو، لان النقطه دي هي نفس النقطه دي. فممكن اقول ريفرنس نود هي النقطه دي او النقطه دي او النقطه دي او النقطه دي، لان هم طبعا نفس النقطه. بعد كده ببدأ أحدد النود فولتجز، يعني ببدأ أحدد النقط التانية اللي موجودة في السيركت واللي ممكن أعمل لها كونسيدريشن على إن هي نود. تمام، طبعا اتفقنا إن النودز دي ليها تو ديفينيشن. إحنا هناخد الديفينيشن التاني اللي هو بيعرف النود على إن هي نقطة بتكونكت بتوين تو ديفرنت برانش، تو أور مور ديفرنت برانشز. فلو بصينا في السيركت دي هلاقي ان انا عندي النقطة دي والنقطة دي، يعتبر هما التو نودز موجودين في السيركت، بحيث ان النقطة دي بتوصل ما بين البرانش ده والبرانش ده والبرانش ده، والنقطة دي عبارة عن نقطة موجودة في السيركت بتكونكت بين البرانش ده والبرانش ده والبرانش ده. تمام، مفيش أي نقط تانية موجودة في السيركت أقدر أجيبها، وبالتالي فإن النقطة دي اللي ممكن أسميها V1 والنقطة دي اسمها V2، فعندي V1 و V2 هم التو بوينتس الوحيدين او التو نودز الوحيدين اللي انا هقدر اشتغل عليهم واكمل عليهم الميثود بتاع النود اناليسيس. تالت خطوه وهي ان انا ببدا انفذ اطبق كي اس ال على كل نقطه انا جبتها. بطبق الكي اس ال على النقطه V1 واطبق الكي اس ال على النقطه V2. بالنسبه ل V1 لو عايز اطبق الكي اس ال، الكي اس ال بيقول السمشن الكرنت ان تو ذا بوينت ايكوال الكرنت اوت اوف ذيس بوينت، يعني الكرنت اللي داخل النقطه بيساوي الكرنت اللي خارج من نفس النقطه. طيب، اعرف ازاي النقطه دي الكرنت اللي داخل لها من المقاومه دي ولا من المقاومه دي ولا المقاومه دي؟
أولاً أنا بشوف السيركت بتاعتي هل فيها سورسز ولا لأ. لو عندي سورسز فالسورسز دي بتبقى هي اللي بتقول لي إن أنا عندي الكرنت ماشي في الاتجاه ده، ده معناه إن لو أنا عندي السورس ده فده البوزيتيف، فيبقى الكرنت ماشي في الاتجاه ده، يبقى النقطة دي داخل لها كرنت من اتجاه المقاومة 1 أوم. تمام. طيب الكرنت خارج منها من أي اتجاه؟ هل داخل لها من المقاومة دي برضو المقاومة دي ولا خارج لها؟ طالما أنا مش عارف لغاية دلوقتي، أنا مش عارف التيار الجزء، ممكن يكون الجزء كله عند 5، ممكن يكون كان جاي من عند 2 و1 وراح للمقاومة 5، وطول ما أنا مش عارف بعمل أسامبشن. فأنا ممكن أعمل أسامبشن إن التيار كان داخل من المقاومة 1 وخرج عند المقاومة 2 وخرج عند المقاومة 5. ممكن نقول إن هو كان داخل عند 1 وداخل من 5 وخرج عند النقطة عند المقاومة 2. فطبعا أنا بعمل أسامبشن، الأسامبشن ده هو اللي بيحدد لي اتجاه ال ازاي بطبق الكيس ايه على النقطة دي. فتاني لو أنا عارف الاتجاه الكرنت اللي داخل النقطة، بقول هو ده الاتجاه. لو جيت عند برانش وما كنتش عارف اتجاه الكرنت فيه، فابدا اعمل اسامبشن ان هو مثلا طالع لفوق، تمام، او ان هو خارج كده، فبعمل اسامبشن. تمام. بالنسبه للمثال ده انا هعمل اسامبشن ان الكرنت اللي ماشي في برانش اللي فيه المقاومه 5 اوم نازل لتحت، والكرنت اللي ماشي في المقاومه 2 هيبقى خارج منها، وبالتالي فيبقى الكرنت دخل من المقاومة 1 وخرج عند المقاومة 5 وخرج عند المقاومة 2. يبقى لو ما اجي اطبق الكيس ال هيبقى عبارة عن الكرنت اللي داخل بيساوي الكرنت اللي عند المقاومة 5 زائد الكرنت اللي عند المقاومة 2. قيمة الكرنت عند المقاومة 1 اوم بيساوي ايه؟ الكرنت بيساوي في على ار. الكرنت بيساوي في على ار. فيبقى عندي 10 ناقص في 1 على 1 اوم. تاني قيمه الكرنت في البرانش ده عباره عن في على ار، يعني بيساوي 10 ناقص في 1 على ار اللي هي 1. تمام. الكرنت اللي خارج بيساوي في 1 ناقص 0 على 5 زائد في 1 ناقص في 2 على 2. تاني الكرنت اللي خارج بيساوي في 1 ناقص 0 على 5 زائد في 1 ناقص في 2 على 2. الفي 1 ناقص 0 دي لان النقطه دي يعتبر ريفرنس نود، والريفرنس نود الفولت بتاعها بيكون متوصل بالنيجاتيف، وبالتالي بيكون قيمه الفولت عندها بزيرو. تمام. فيبقى عندي كرنت هنا عباره عن في 1 ناقص 0 على 5 زائد في 1 ناقص في 2 على الاثنين. طبعا في 2 اتحطت عادي لان هي مش ريفرنس نود. دي الايكويشن الاولانيه. بالنسبه للايكويشن الثانيه، لو عايز اطبق كي سي ال على النقطة الثانية، طبعا الايكويشنز دي في الاخر موجودة تحت هنا. ان انا لو عايز اطبق الكي سي ال على النقطة في 1 هيبقى عندي 10 ناقص في 1 على 1، ده الكرنت اللي داخل بيساوي الكرنت اللي خارج اللي هو عبارة عن في 1 ناقص في 2 على 2 زائد في 1 ناقص 0 على 5. تمام. ده الكرنت اللي خارج. طبعا ممكن ابسط المعادلة في الاخر. بالنسبة للإكويشن عند النود 2 أو النود اللي احنا سميناها في 2، عايز أشوف الكرنت اللي داخل والكرنت اللي خارج، وهيبقى الكرنت اللي داخل مجموع الكرنت اللي داخل بيساوي مجموع كل الكرنت اللي خارج من نفس النود. أعرف اتجاه الكرنت ازاي اللي داخل النود في 1؟ دلوقتي عندي النقطة دي الكرنت اللي داخل لها، أولا بالنسبة للبرانش ده الكرنت فيه هنا عندي كرنت سورس والسهم طالع لفوق، ده معنى الكرنت ماشي في الاتجاه ده داخل للنقطة في 2. وباستخدام الأسامبشن اللي احنا كنا لسه شغالينه، هو إن احنا قلنا إن النقطة في 1 الكرنت خارج منها. تمام. ده معناه إن هو يبقى داخل للنقطة في 2، يبقى النقطة في 2 الكرنت داخل لها من الاتجاه ده وداخل لها من الاتجاه ده، داخل لها من اتجاه 2 أوم ودخلها من اتجاه 2 امبير. تمام. وممكن نعمل اسامبشن ان الكرنت كان خارج من المقاومه 10. فالمعادله في الاخر هتبقى عباره عن في 1 ناقص في 2 على 2 زائد 2 امبير بيساوي في 1 ناقص 0 على 10. تاني
المعادلة بتاعة نود 2 عبارة عن الكرنت اللي داخل بيساوي الكرنت اللي خارج، فالكرنت اللي داخل كان 2 اوم والكرنت اللي عندي 2 امبير، يبقى الكرنت اللي داخل بيساوي عبارة عن دي 1 ناقص في 2 على 2 زائد 2 امبير، ده الكرنت ان. الكرنت اوت عبارة عن في 1 ناقص 0 على 10. تمام، نلاحظ برضو ان في النود دي قلت في في 2 سوري في 2 ناقص 0 على 10، قلت هنا ناقص 0 لان دي ريفرنس نود. تمام، تاني حاجة ان انا لما جبت الكرنت اللي موجود في البرانش ده قلت هنا في 1 ناقص في 2 على 2 في على ار، لكن هنا ما اضطرتش اطبق قانون اوم لان انا اصلا عندي قيمة الكرنت، فيبقى عندي الكرنت اللي داخل النود دي عبارة عن 2 امبير. فلو عايزين نبص على المعادلة دي هنا تاني هنلاقي ان الكرنت اللي داخل عبارة عن في 1 ناقص في 2 على 2 زائد 2 بيساوي في 2 ناقص 0 على 10. دي المعادلة الثانية او تطبيق النود الاناليسيس على النود 2. طبعا برضو ممكن ابسط المعادلة بشكل مبسط، وفي الاخر ببدأ اجيب قيمة، ابقى عندي بعد كده معادلتين في متغيرين، ادي المعادلة الاولانية بتاعت نود 1 والمعادلة الثانية بتاعت نود 2، معادلتين في متغيرين ببدأ احلهم مع بعض يطلع لي قيمة في 1 وفي 2. تمام، دي الخطوات بتاعت النود الاناليسيس. نبدأ نرجع تاني نقرأ الخطوات. هنلاقي مثلا اول حاجه تشوز الريفرنس نود، حدد لي الريفرنس نود اللي موجوده في السيركت، واتفقنا طبعا الريفرنس نود دي ممكن تكون نقطه او اكتر من نقطه، انت مش مطلوب منك تقول لي ان هم 4 نقط، المفروض انك تبقى عارف في الاخر. بتقول ان انا يعني مثلا بتيجي عند الرسمه دي كده وتقول لي ان النقطه دي هي الريفرنس نود، بس مش لازم تقول ان دي ريفرنس نود دي ريفرنس نود دي ريفرنس نود، مش كل النقط بتحدد عليها، ولو حددت عليها مش غلط، بس انت مطالب بس انك تقول ايه ان النقطه دي ريفرنس رود. تمام، وطبعا طالما النقطه دي ريفرنس رود فاي نقطه برضو في النص يعتبر ريفرنس رود، ممكن تعمل تحدد هنا وتقول ان النقطه دي اللي في السيركت هي ريفرنس رود. فتاني مطلوب منك انك تحدد نقطه واحده بس على السيركت ان هي ريفرنس رود، مش كل النقط. تمام، تاني حاجه بديفاين النمبر اوف انون نود فولتجز، ببدا احدد كل النود فولتجز اللي موجوده في السيركت بخلاف الريفرنس رود. بعد كده بطبق الكيس ال 2 اتش انون نود، بطبق الكيس ال على كل نود، وفي الاخر بينتج لي ان ايكويشنز فور ان انون نود فولتج، بيتكون لي في الاخر عدد معادلات ان بيساوي عدد الفاريبلز او عدد النودز اللي انا طلعتها. بعد كده ببدا احل المعادلات دي عشان في الاخر اجيب القيم النود فولتج اللي هي في 1 وفي 2. دي فكرة النود الاناليسيز كستيبس وكخطوات على مسألة معينة. لو خدنا مسألة تانية وعايزين نطبق الخطوات على المسألة دي، هلاقي مثلا ان انا لو عايز اطبق الريفرنس نود، اجيب الريفرنس نود في السيركت دي، ببدأ اشوف السورس، وطبعا السورس بيبقى السالب موجود عنده في الاتجاه ده، طبعا لو جبنا ان السهم طالع لفوق فيبقى عندي السالب موجود هنا، وبالتالي فإن النقطة دي هي الريفرنس نود. تمام، ولو ما فيش كومبوننت بين النقطة دي والنقطة دي يبقى النقطة دي كمان برضو ريفرنس نود. خلاص، فخلينا مثلا نقول ان الريفرنس نود بتاع السيركت ده او بتاع المثال ده هي موجودة في النقطة دي. اوكي، اي نقطة في البرانش ده. طيب بعد كده بنبدا نحدد النود فولتجز اللي موجوده في السيركت، ببدا اشوف اي بوينت ثانيه موجوده بحيث ان النقطه دي تكون بتكونكت بتوين تو اور مور برانشز. هنبص مثلا نلاقي ان النود 1 دي نقطه موجوده في السيركت بتكونكت بتوين البرانش ده والبرانش ده وده وده، فاقدر اعتبر ان نود 1 دي هي فولت، ان النقطه 1 دي عباره عن نود فولتج انا حصلت عليه. بعد كده بدور على النقطة التانية موجودة في السيركت بتكونكت بتوين تو اور مور برانشز، الاقي ان النقطة 2 برضو ممكن هي فاقدر اعتبرها نود فولتج لانها بتكونكت بتوين البرانش ده وده وده وده. خلاص، فانا بالنسبة للستيب 2 ان انا اللي بحدد فيها نود فولتجز هحصل على نود 1 ونود 2 او في 1 وفي 2 هما اللي موجودين عندي في السيركت.
طبعا مش لازم يبقى هما 2 فولتجز بس، ممكن يبقى عندي اكتر من نود، ممكن يبقى عندي نود واحده بس عادي. فطبعا صدفه طبعا ان المثالين دول فيهم 2 نودز، لكن مش شرط. تالت ستيب ان انا ببدا اطبق الكي سي ال على اطبق الكي سي ال على كل نود. فلو مسكت مثلا النود الاولانيه بشوف ايه الكرنت اللي داخل لها والكرنت اللي خارج منها. وطبعا اتفقنا ان انا لو انا عندي كرنت عارف ومتاكد ان هو داخل النود دي، خلاص يبقى هو ده الكرنت اللي انا بعمل له كونسيدريشن. لو في برانش موجود مش عارف الكرنت فيه سواء كان داخل النود او خارج منها، بعمل اسامبشن، بمشي على الاسامبشنز ده خلال المساله كلها. فلو فرضنا مثلا النود دي هلاقي الكرنت اللي داخل لها في الاتجاه من البرانش ده، داخل لها في الاتجاه ده، تمام. وبالنسبه للسورس ده فالكرنت خارج من النود في 1. طيب بالنسبه للبرانشز دي انا ما اعرفش، ممكن اسيوم ان كلهم خارجين، الكرنت ماشي في الاتجاه ده خارج من النود في 1، وفي بالنسبه للمقاومه دي هيبقى برضو الكرنت خارج في الاتجاه ده، تمام. هيبقى الكرنت النود في 1 داخل لها كرنت واحد بس وهو اي 1، وخارج منها اي 3، والكرنت اللي ماشي في المقاومه جي 3 والكرنت اللي ماشي في المقاومه جي 1، تمام. هيبقى عندي الكي سي ال عباره عن اي 1 بيساوي اي 3 زائد في 1 ناقص في 2 على قيمه المقاومه اللي هنا، زائد في 1 ناقص 0 على قيمه المقاومه اللي هنا، تمام. تاني الكرنت اللي داخل اي 1 بيساوي بالنسبة للنود دي لو عايز اطبق الكي سي ال هيبقى هتنتج لي الايكويشن اي 1 بيساوي اي 3 زائد اي 3 زائد في 1 ناقص في 2 على قيمة المقاومة، زائد في 1 ناقص 0 على قيمة المقاومة. طبعا نلاحظ هنا ان انا بقول في 1 ناقص في 2 مضروبة في جي 3 وفي 1 ناقص في 2 مضروبة في جي 1. ليه ضربت؟ لان طبعا احنا عارفين ان المقاومه عكس الار عكس الجي، فطبعا لو انا هاجي اقسم في العادي ان انا بقسم على الار يبقى هضرب في الجي، تمام. فبالنسبه للمثال ده الايكويشن اللي نتجت نتيجه ان انا طبقت الكي سي ال على نود في 1. اوكي، لو عايز اطبق كي سي ال على النقطه في 2 هشوف مثلا اتجاه الكرنت اللي موجود عندي، هلاقي ان السورس ده الكرنت داخل لنود في 2، وهنا بالنسبه للسورس ده الكرنت داخل نود في 2. وبالنسبه للاسامبشن اللي انا كنت مستخدماه قبل كده، كنت عامله اسامبشن الكرنت خارج من نود في 1 بالتالي هيبقى داخل نود في 2. فدلوقتي نود في 2 داخل لها 3 سورسز، الكرنت اي 3 والكرنت اي 2 والكرنت اللي جاي من جي 3. والكرنت اللي هيبقى خارج منها عباره عن الكرنت اللي ماشي في المقاومه اللي موجوده هنا، تمام. فبالنسبه للايكويشن هتبقى عندي اي 3 زائد اي 2 زائد في 1 ناقص في 2 على او مضروبه في جي 3، كل ده هيساوي في 1 في 2 ناقص 0 مضروبه في جي 2. اوكي، دي جي 3 ودي جي 1 ودي جي 2. يبقى الايكويشن ثاني اي 3 زائد اي 2 زائد في 1 ناقص في 2 مضروبه في جي 3، كل ده هيساوي في 2 ناقص 0 مضروبه في الجي 2. اوكي، طبعا قلنا في 2 ناقص 0 هي الايكويشن اللي لسه قايلها، هي نفس الايكويشن المعروض هنا. هتلاقي ان في 2 ناقص 0 لان دي ريفرنس نود، تمام. لما عايز تعرفني ان انت جاوبت او ان انت عارف الريفرنس نود، مكان الريفرنس نود بتحط العلامه دي عند النقطه اللي انت شايف انها ريفرنس نود، اللي هو بتحط علامه الجراوند، تمام. ده بالنسبه للنود الاناليسيس في المثالين دول. لو عايز اطبق كي اس ال على المثال ده، اولا هبدا ادور على الريفرنس نود. الريفرنس نود لو انا عندي سورس فده النيجاتيف بتاعه، فيبقى عندي ده النيجاتيف، يبقى النقطه دي هي ريفرنس نود. ولو مشينا شويه الاقي النقطه دي برضو هي ريفرنس نود، والنقطه دي هي ريفرنس نود، ودي النقطه برضو ريفرنس نود. اوكي،
والنقطة دي هي ريفرنس نود، والنقطة دي برضو هي ريفرنس نود. اوكي، ف ريفرنس نود عبارة عن نقطة دي ودي 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 ودي. اوكي، كل دول ريفرنس نود. طبعا انت ممكن تحط عند اي واحدة فيهم، اي واحدة فيهم حطيت عندها يبقى انت الإجابة كده صح. خلاص، طيب بعد كده عايز احدد نود فولتج، يعني عايز احدد اي نقطه تانية موجوده في السيركت بحيث ان هي تكون بتكونكت بين تو اور مور برانشز. هلاقي مثلا ان انا عندي النقطه دي والنقطه دي، النقطه في 1 والنقطه في 2. هنلاحظ مثلا ان النقطه دي انا ما قلتش ان هي نود، لان انا بكونسيدر الديفينيشن الثاني بتاع النود اناليسيس بتاع النودز، اللي هو بيقول ان انا باخد النقطه اللي بتكونكت بتوين تو اور مور برانشز، والنقطه دي بتكونكت تو كومبوننت موجودين في نفس البرانش بيشير سيم كارنت لانهم سيريز، فبالتالي النقطه دي مش نود. النقط اللي هي نود اللي هي في 1 وفي 2. اوكي، طيب لو عايز اطبق الكي سي ال على نقطه في 1، هبدا اشوف هل انا عندي كارنت عارفه ومتاكد منه، او هلاقي ان انا عندي السورس ده متاكد ان مثلا 205 ان الكارنت ماشي في الاتجاه ده، يبقى الكارنت داخل عندي في 1. وطبعا ممكن اعمل اسامبشن عشان ما فيش اي سورس هنا، فيبقى الكارنت خارج في الاتجاه ده والاتجاه ده والاتجاه ده، ده اسامبشن عادي. فلو عايز اقول الايكويشن هيبقى عندي 225 ناقص في 1 على الثلاثة بيساوي في 1 ناقص 0 على 100 زائد في 1 ناقص 0 على 25 زائد في 1 ناقص في 2 على 10. تمام، ده بالنسبة للايكويشن لو ما اجي اطبق الكي سي ال على النقطة في 1. اوكي، اتفقنا. طبعا بقول في 1 ناقص 0 لان دي ريفرنس نود، في 1 ناقص 0 لان دي ريفرنس نود. هنا لو انا النقطه الثانيه ما كانتش ريفرنس نود فبقول في 1 ناقص في 2 عادي. اوكي، طيب لو عايز اطبق الكي سي ال على النقطه دي، طبعا هشوف الكرنت اللي داخل منها والكرنت اللي خارج منها، ولو انا متاكد من حاجه هتبقى هي هي، لو مش متاكد هعمل اسامبشن. ان انا متاكد منه ان انا جيت هنا قلت ان الكرنت في النود في 1 خارج في الاتجاه ده على المقاومه 10 كيلو اوم، يبقى الكرنت اللي داخل النقطه في 2 عباره عن ان هو جاي من الاتجاه ده، من اتجاه المقاومه 10 كيلو اوم. طيب والكرنت خارج، الكرنت هيبقى خارج في الاتجاه ده زي ما في سهم هنا، يبقى الكرنت خارج في اتجاه المقاومه 10 30 كيلو اوم، ونعمل اسامبشن ان هو خارج برضه في اتجاه المقاومه 60 كيلو اوم، يبقى الكرنت داخل في اتجاه الكرنت داخل من نود في 1 وخارج خارج في اتجاه المقاومه 60 كيلو اوم والمقاومه 30 كيلو اوم. اوكي، لو عايزين نشوف الايكويشن تبقى عباره عن الكرنت ان اللي هو في 1 ناقص في 2 على 10 هيساوي في 1 ناقص 0 على 60 زائد في 1 ناقص 0 على 30. اوكي، ده بالنسبه للايكويشن دي. بالنسبة لنود 1 اهي في 1 ناقص في 2 على 10 بيساوي في 2 ناقص 0 على 60 زائد في 2 ناقص 0 على 30، دي النود 2. بالنسبة لنود 1 يبقى عندي 225 ناقص في 1 على 3 بيساوي في 1 الكارنتينا والكارنتينا والكارنتينا عبارة عن في 1 ناقص 0 على 100 زائد في 1 ناقص 0 على 25 زائد في 1 ناقص في 2 على 10. طبعا بنبدأ بعد كده نحل عن ثلاث بنحل المعادلتين في متغيرين ونجيب قيمة في 1 وفي 2. في بس بعض سبيشال كيسز هتقابلنا واحنا بنتعامل مع النودال اناليسيز، وهي لو جه عندي ديبندنت سورس. الديبندنت سورس ده الفكره بتاعته ان هو طالما ديبندنت فهيبقى فيه هو بيعتمد على حاجه، فبيعتمد على فاريبل. فممكن وانا بشتغل في الايكويشن وانا بجيب الكيس ال عند في 1 والكيس ال عند في 2 هيطلع لي فاريبل تاني غير في 1 وفي 2، فمضطره ان انا احل. يعني دلوقتي عندي معادلتين
وثلاث متغيرات، فمحتاجة أحل المعادلتين دول بحيث إن هما يبقوا معادلتين في متغيرين، وإن أنا أشيل المتغير الثالث وأحل المشكلة دي. طبعا أنا ممكن أحلها بإن أنا ممكن أشيل المتغير الثالث وأحط بداله حاجة بدلالة المتغيرين الموجودين في المعادلة، تمام؟ أو طبعا أجيب معادلة ثالثة لو إن أنا أقدر. فتاني في سبيشال كيسز تقابلنا في نود الاناليسيز، وهو ان انا لو جه عندي ديبندنت سورس، الديبندنت سورس اللي موجود في السيركت هيبقى عن هيخلي الايكويشن فيها متغير زياده. لو انا عندي تو نودز هيبقى عندي تو ايكويشنز، بس الفاريبلز اللي فيها هتبقى مش اتنين، هتبقى تلاته فاريبلز، مش هتبقى في 1 وفي 2، هتبقى تلاته فاريبلز. تمام. وطبعا اضطر ان انا احل المشكله دي، انا اضطر احل المشكله بان انا ريبليس قيمه الفاريبل اللي هو في الديبندنت سورس بقيمه بدلاله التو فاريبلز اللي هم موجودين عندي اصلا في المعادله. تمام. دي المشكله بتاعت الديبندنت سورس. طيب خلينا نحل كده السورس ده ونشوف مثلا ممكن الايكويشن تبقى عامله ازاي. بالنسبه لV1 كرنت اللي داخل انا افترض انه في الاتجاه ده واللي خارج هنا وهنا، هيبقى عندي 20 ناقص V1 على الاثنين بيساوي V1 ناقص 0 على 20 زائد V1 ناقص V2 على 5. لغايه دلوقتي المعادله دي كلها ما ظهرش فيها غير V1 وV2 فما فيش مشاكل. 20 ناقص V1 على 2 بيساوي V1 ناقص V2 على 5 زائد V1 ناقص 0 على 20. دي المعادلة الأولانية اللي طبقت فيها الكيس ال على V1. طيب لو عايز أطبق الكيس ال على النقطة اللي هي V2، هلاقي إن الكرنت اللي داخل أنا كنت عامل أسامبشن إنه جاي من هنا، فيبقى داخل لV2، وطبعا عندي هنا كرنت فولتج سورس هيبقى ماشي في الاتجاه ده الكرنت، وهيبقى الكرنت خارج في اتجاه قيمة المقاومة 10 أوم. تمام. فلو جينا نطبق كيس ال هيبقى عندي V1 ناقص V2 على 5 زائد 8 I نود ناقص V1 ناقص V2 على 2، كل ده هيساوي V2 ناقص 0 على 10. الكرنت اللي داخل ده زائد ده بيساوي الكرنت اللي خارج. تمام. لو عايز اشوف الايكويشن، عشرين ناقص V1 على الاثنين الكرنت اللي داخل بيساوي V1 ناقص V2 على 5 زائد V1 ناقص 0 على 20 الكرنت هنا. طبعا انا بشوف من الايكويشن دي، يعني براجع او بتاكد من اللي انا بقوله من الايكويشن دي. طيب بعد كده بالنسبه للنود دي بطبق دي الرول بتاع الايه بتاع التطبيق الكي سي ال على النود في 2. طبعا هنلاحظ ان او يعني كمعلومه انا ممكن اعمل اسامبشن اصلا الكرنت في الاتجاه ده كان الكرنت اللي داخل نقطه في 1 كان ماشي في الاتجاه ده، فيبقى عندي يعني الاسامبشن اللي انا بعمله ممكن اغيره زي ما انا عايزه، بس بشرط يبقى في عندي في كرنت داخل وكرنت خارج. اوكي. ففكره ان انا يبقى عندي سورس وان السورس ده الكرنت بتاعه داخل هنا، يعني انا ممكن اغير في ده زي ما انا عايزه، لان البريورتي الاعلى للاسامبشن. تمام. جيفن طبعا ان انت عامل في الاسامبشن ان انت عندك كرنت ان وكرنت اوت. طيب هنبدا نحل هطلع لي في الكيس بتاع النود دي معادله فيها في 1 وفي 2، هنا هيطلع لي معادله فيها في 1 وفي 2 واي نود او اي الفا. طبعا هيبقى عندي معادلتين في ثلاث متغيرات، هيبقى في مشكله، فاضطر ان انا اريبليس او سبستيوت الاي الفا ب يعني باي حاجه لها علاقه بفي 1 وفي 2. تمام. ابدا اشوف في السيركت اي نود موجوده فين او اي فاي، الاقي مثلا الاي فاي عباره عن كارت ماشي في البرانش ده، اشيل الاي فاي واحط بدلها حاجه بالنسبه لفي 1 وفي 2. فطبعا انا عارفه ان اي فاي بيساوي في 1 بيساوي الفي على ار، فيبقى عباره عن في 1 ناقص في 2 على 5.
فانا ممكن اشيل كل اي فاي هتقابلني بان هي بتساوي في 1 ناقص في 2 على 5 اللي هو في على ار. تمام، دي طبعا كان حل مشكله الديبندنت سورس. والديبندنت سورس ده ممكن يكون فولتج سورس وممكن يكون كارنت سورس. اوكي، بالنسبة للمثال ده أنا عندي dependent current source. من ممكن أحل ال question عادي، أشوف ال reference root، هلاقي إن دي ال reference root، وأشوف ال voltages اللي موجودة تانية، ال nodes اللي موجودة تانية، ألاقي دي مثلا النقطة دي ودي، أطبق ال KCL، أطبق عادي خالص. given إن ال priority الأعلى لل assumption، هلاقي مثلا ان انت ممكن تقول الكرنت اللي داخل النود دي عباره عن ان هو ماشي بالاتجاه ده، وطبعا جيفن السهم ده فيبقى الكرنت داخل هنا، ويبقى ده خارج للنود في 1، خارج من النود في 1 في اتجاه قيمه المقاومه 2 اوم واتجاه قيمه المقاومه 8 اوم. اوكي، فيبقى الايكويشن بتاع الكي سي ال بالنسبه للنقطه في 1 عباره عن الكرنت اللي داخل هنا وهنا، فاللي هنا عبارة عن 50 ناقص في 1 على 6 زائد الكرنت اللي هنا عبارة عن 3 اي زائد 3 اي بيساوي في 1 ناقص 0 على 8 زائد في 1 ناقص في 2 على 2. طبعا الاتجاه الكرنت كان خارج في البرانش ده والبرانش ده، لكن ده في البرانش ده ومن البرانش ده. اوكي، طيب لو عايز اروح عند في 2 واطبق فيها الايكويشن، هلاقي ان انا عندي الكرنت اللي داخل كان من البرانش ده، والكرنت خارج كان من البرانش ده وداخل هنا. ممكن اعمل assumption الكرنت كان خارج في اتجاه البرانش ده. اوكي، فيبقى عندي الكرنت اللي داخل عباره عن الكرنت اللي ماشي اللي جاي من برانش 2 اوم، والكرنت اللي داخل اللي هو 5 امبير، اللي خارج 3 اي 1 و 4 اوم. اوكي، يبقى داخل 2 وخارج 2. طيب هيبقى اللي داخل بيساوي اللي خارج، اللي داخل عبارة عن 5 زائد V1 ناقص V2 على ال 2، الكرنت اللي داخل V1 ناقص V2 على ال 2 زائد 5 أمبير. كل ده هيساوي إيه؟ هيساوي V1 هيساوي V2 ناقص 0 على 4 زائد 3 أي يساوي 3 اوم. اوكي، طبعا بحل وانا بحل المعادلات دي هلاقي ان هما معادلتين في ثلاث متغيرات. ثلاث متغيرات جم منين؟ لان انا ظهر لي ديبندنت سورس. لما يظهر لي ديبندنت سورس لازم احل المساله او لازم اشوف حل للديبندنت سورس. الديبندنت سورس اللي هو اي واحد في الرسمه دي ممكن اشيله واحط بداله ايه؟ هلاقي ان الكرنت اي واحد عباره عن الكرنت اللي ماشي في برانش 6 او، يبقى عبارة عن ال V على R، يبقى 50 ناقص V1 على 6. تمام، بالتالي هبدأ أشيل كل I وأحط بدلها 50 ناقص V1 على 6، وهتتحول المعادلة لمعادلتين في متغيرين بس اللي هما V1 و V2، وأبدأ أحل المعادلة. تمام، ده بالنسبة لل النودل أناليسيس ميثود.